الأمم المتحدة أعلنت النهاردة مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة المناخ الدولية واللي بتعقد بكرة في المقر الرئيسي للمنظمة بنيويورك، وده في إطار اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة بالأمم المتحدة. من المقرر أن الرئيس السيسي هيلقي كلمة أمام القمة هيستعرض خلالها وجهة نظر مصر وإفريقيا والدول النامية تجاه تغير المناخ، وهيطالب الرئيس بتوفير التمويل المستدام والمناسب للدول النامية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري مع توفير وسائل التنفيذ من التكنولوجيا وبناء القدرات. الرئيس السيسي طبعا أول رئيس مصري بيشارك في اجتماعات الأمم المتحدة لمدة 6 دورات متتالية، وده بيعتبر دليل كبير على الاستقرار السياسي والثقل الدولي لمصر. كمان الرئيس هتكون ليه مجموعة من اللقاءات بالزعماء المشاركين في الاجتماعات خلال الأيام اللي جاية. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ولدى وصول سيادته إلى مطار جون كينيدي بنيويورك، كان في استقباله أعضاء البعثة المصرية هناك. المشاهد الحقيقية ودي الفيديوهات الحقيقية.